ما ادري وش اطبخ غدا اليوم. يوم لا تطبخين، اعرف مطعم لذيذ مره جربناه مستقاتي. خلص اطلبي منه على ذوقك. تمام، بطلب مقلوبه. طيب ايه اطلبي حبتين. تمام، ارسلهم على الواتساب الحين. لا والله بالمول بطله. وش غدانا اليوم؟ كل مشفوح مهم الا بطنه. اقول اسكت انت. اختك طلبت لنا غدا من المطعم ونبيك انت تروح تجيبه. ابشر يمه. تم، ارسلت الطلب وبرسل لك اللوكيشن على واتساب. اسم المطعم هم هم يا حلو. وش اسمه؟ هم هم يا حلو. هذا مطعم ولا اسمه اغنيه؟ يا اخي وين مديره المطعم؟ وين المديره؟ يا اخي الاكل بارد ما عاد ابيه يا اخي. بارد ولا حار هذا مو شغلي. ارسلت لكم الاكل هذا من على النار مع سواقكم. يا اخي انا رجال ما عاد ابي الاكل، ابي فلوسي. الله يرحم لي والدك، جيب فلوسي يا حبيبي. سلامات يا ابو، وش فيك معصب؟ يا اخي انت مدير المطعم؟ لا انا زبون. يا اخي وش دخلك يا اخوي؟ خليك على جنب. وانت رجعي لي فلوسي. ايه سلامات، لا ترفع صوتك على حرمه. لو زوجها وولدها عندها كان ما رفعته. وانت وش لقفت؟ انا ما تلقفت، لكن انت اسلوبك مو بحلو على حرمه كبيره كبر امك. يا اخي استع على وجهك، شوف الوقار، شوف الشيب. انت طاقيتك ذي المخيسه. يا واد يا واد لا تسوي لي جعرمه يا واد. ارسلت الاكل حار، شوف سواقكم هو اللي تاخر. بشهاده زبايني كلهم عمري ما اطلع الاكل بارد. خلني الاكل عندك ونويت صدقه لوجه الله. صدقه صدقه، العمال اولى بيها، وصدقه عنك انت. كفو يا خاله. خالة خلخلت عظمك. اتحداك المقلوب البطلة والله كايفة. كان على هونك يا تقص. اغرف في صحنك. طيب طيب اغرفي لي يمه. يلا. بس والله في امي احسن من اكلهم. اكيد اكل امي زين، بس والله مرة لذيذة. هذا ما يمنع يمه ان تروحين عند الحرمة وتاخذين منها طريقة الطبخة، بحيث انه يصير اكلك احسن من اول. كل وانت ساكت. في منتصف الجبهة. هوب العب هنا. الله ما تروح هنا تاكل خشب. والسادس هذا هو. والسادس يا سلام عليه. احلى يا شيخ. يا شيخ سري لك، شوف اليد مكبوب على عصير. قم اللي بعده. أنا بلعب معك. بس سلامات، وش فيك؟ لاعب مع كلب؟ وش عرفك بالماركات أنت وطاقيتك؟ اقعد. أما عاد هذه موضة الحين؟ أم حق موضة. بلعب معك بس من تحدي، أوكي؟ وشو؟ الحكم الأول تاكل بيضتين، الحكم الثاني تحلق موس، الحكم الثالث تكمل شق في نيلتك ذي، أوكي؟ شيروا البث يا عيال. وين؟ داخل بث تيك توك أنت وجهك؟ إي والله صادق. أجل من عشاء. تم. واضح انك انت اللي بتجيب العشاء، جهز دراهمك يا بطل. اقول بس لا تهايط. سلوقي ولا دوبرمان؟ وشو؟ الكلب اللي عضك. ستارت ستارت اضبط يلا. طيب ابشر. تقدروا تروحوا تاخذوا البريك حقكم وترجعوا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، ايش بك يا ام رامي؟ انا اول مره اشوفك بالطريقه هذه سرحانه، رايحه جايه بتفكيرك، ايش بك؟ صدقي بالله. لا إله إلا الله. تعالي تعالي أجلسي. أنا بقول سبحان الله، يخلق من الشبه 40. فاكر يا بنت قبل شوية هو ساعة ما جاء ذاك الرجال اللي قاعد يزعق وخذوا الأكل والأكل بارد ومن عارفة إيش، وكان جنبه واحد شاب بيدافع ويتكلم ويقول لا ومن عارفة إيه عننا، فاكرة؟ فاكرته. هي هي دي جوزي كرومي الله يرحمه، الخالق الناطق، نفس الطخة نفس الشكل، بس ايه بس انما هداك. اوريك اوريك اوريك، يمكن انت تحكمي اكتر. شوفي شوفي يا حبيبتي، هذا كرومي سبحان الله فولة وانقسمت نصين. لا بس هذاك ما عنده شنب، امرد وحليوة. العب اجلد كبير. كسر له راسه يا عامر. القم هذا الرابع الهطب. بالله عامر، قم ثاني قم ثاني.
لا احنا متفقين جوله واحده بس. ما هو بتيك توك ذا. اي صح صح يا اخي، ما ادري ايش فينا، انا مركز بثوث. طب اسمع، اعطني 100 ريال وبروح اجيب لكم عشاء. سلامات، ليش 100 ريال؟ بجيب لك اربع شاورما ب 20 ريال وانتهينا. لا يا شيخ، وش نظام القعاطه ذي؟ عطني 100 بجيب لكم مقلوبه على كيف كيفك، كايفه. اوف مقلوبه، من زمان ما اكلت مقلوبه. اعطي الفلوس بسرعه بسرعه، خليني اجيب العشاء. طلع فلوسك يا مهزوم. اخلص. آه. ابي حبتين مقلوبه. كروم تناديك. انت 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 لا 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 انت تعال انا تعال. شكله الاكل عجبك حقنا. اي والله اكلكم كايف. انا اسمي عامر يا خاله. خلط عظمك ان شاء الله. انا اسمي دنيا. امرني امرني حبيبي ايش تبغى؟ ابي حبتين مقلوبه بس. عيوني لك. سلامات، هذا طلبي يا واد. يا واد هذا الطلب طلبه بالتلفون بس. خلاص عندك سناب؟ ايه عندي. ليش تبيني اسوي لي اعلان؟ ترى ما عندي متابعين. لا ما نبغى اعلان ولا شيء، بس عشان يصير في تواصل بيننا، واي طلب على طول عبي لك اللي تبغاه. طلبي وينه؟ اخلص علينا يا اخي. الله يرجك رجيتني. انت كم دفعت؟ 80. يا اخي خذ هذه 100 ريال وانقلع، لا اشوف خلقتك ولا عاد اجي هنا. روح الله يرجك، هذه ايده. عندك سناب؟ والله شكرا يا عامر، مقلوبه زي اللهب. لو نيدانك بتجيب زي المقلوبه خليتك تهزمني من زمان. بس ايش اسم المطعم هذا؟ اسمه هم هم يا حلو. انا عارف اني انا حلو، بس ايش اسم المطعم؟ درج انت. اسم المطعم هم هم يا حلو. معصوب وشكشوكة والفول داك المبخر والمطبق واللقيمات. تعالي حبيبي، والفطور على حسابي. خلاص بكرة بجي وبجيب العيال معي، كلنا نفطر عندس. ايش شكله هذا؟ هذا مجنون ولا أهبل؟ كيف أفهمه؟ غبي. أسمع، لا أبغى خويانك ولا أبغى أخوانك ولا أحد ما يجي معاك. أبغاك بطولك، وإذا ما جيت مالك فطور عندي، فاهم ولا لا؟ طيب خلاص خلاص أبجي لحالي، بس أهم شيء أبجرب الفول المبخر ذا والمعصوب. ولا تنسين الشكشوكة، ترى أنا أحب الشكشوكة بس بدون طماط علشان الحرقان. يا أهلا وسهلا. هلا والله وسهلا. يا ألف ومية مرحبا. يا مرحبا، دوب ما نور المطعم سكت الباب. ايوه انا قلت لها اسكت. بس انت تعال تعال ابغاك اجلس. ام عاد، الاكل ذا كله لي انا. وتستاهل اكثر لو قدرت اسوي لك. الحمد لله انك ما جبت احد معاك، لانه في موضوع بيني وبينك ابغى اقول لك عليه. كرومي ترى طايره بالعجه من امس. كرومي كرومي كرومي، انا ماني بكرومي، انا عامر علي. اوكي، واذا ما انت مصدقه الحين اوريك. توكلنا. ها شوفي، عامر علي ومطعم ثلاث تطعيمات. لا راح تفكيرك للغلط. أنا أقول لك، أنا من 20 سنة وأنا عايشة وحدانية. من يوم ما توفى كرومي الله يرحمه زوجي، عشت لعيالي وعشت الخير هذا اللي أنت شايفه. عندي سلسلة مطاعم في المملكة زي ما أنت شايفها، بشتغل وأشقى. عمري ما فكرت إني أتأهل أو أتزوج أو يكون معايا إنسان، لكن من يوم ما شفتك تشبه تشبهك الرومي، فيك شبه كبير منه. عشان كده أنا محتاجتك. ما في موية يا هاد؟ يا هاد بالحلال بالحلال. إيه بس أنا طفران،
وفطوري وغداي وعشاي كله تحديات. يا ولد طفران بلا طفران، انت لما حتتجوزني حتملك قصر واعطيك افخم سياره، وحتى كمان اعطيك 5000 ريال في الشهر راتب، والففك العالم اللي ما كنت تحلم بيها. ها ايش قلت؟ والمقابل وشو؟ الزواج يا تنك، قصدي يا كرومي. يا عيال عرضت علي الزواج وانا الى الان ما مصدق الموضوع، ما دخل مخي. كم عمرها تقريبا؟ كبيره. كم؟ 40. 40 برا، يبغالي 400. يا عمي ما يهمك العمر، دامك تقول شبعانه وعنده سلسله مطاعم بتناغنيغاك، توكل على الله. وانا عمي تزوج مديره مدرسه وتسدد له الفواتير واشترت له بيت، والحين بيتزوج الوكيله. يا ابن الحلال ترى الكبيره تكون انضج وافهم من الصغيره، بتختصر عليك امور كثيره في الحياه. خذها متع عمرك بدراهمها لين ربك يفرجها. اذا ما تبغى تتزوجها انا بتزوجها. كل تراب واحترم نفسك، مالك شغل محارمنا، تفهم؟ ابشركم قررت اتزوج. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عامر هذا احلى خبر سمعته بحياتي. ناطرين بالعجه. من هي بنته؟ ها؟ ساقها القدر، اقصد من جماعه شكش. بس بنت عز وعندها خير. ما دامت بنت عز وعندها خير اكيد بيجلدوننا بالمهر. لا 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 يبا، مو بجلديننا بالمهر، انا مضبط الامور والبنت مره مرتاحت لي، وهي قالت لي بنفسها انا مشتري رجال. يا ابو عامر وش لك بالاسئله السلبيه؟ خلنا نفرح بالولد دام انه عزم يتزوج. شايفين نوف شكل بيت عز؟ وش ذي الطيحة اللي طاح عليها عامر؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عاد بس يما وراك ماسك الورد كذا، حتى حطي. ما شاء الله وش ذا الزين؟ انتي عروستنا لنيا؟ انا رحاب، العروسة شوية وبتنزل. حي الله من جانا. الله يحييك أكثر. هذا ولدنا عامر، والحمد لله محافظا على الصلاة، ومن حقكم تسأل عنه. ما يحتاج نسأل عنه، الوالدة مقفلة باب النقاش عن العم عامر نهائيا. العم عامر كتر الخطاب كتير على الباب، مرضيش أبويا يا ألف ومية مرحبا. أوي في بيتنا أم عامر وأخته، يا مرحبا أمبو، يا هلا يا هلا يا مسهلا، تفضلوا بيتكم وحلكم. الله يحييكي ويبقيكي. إلا وين دنيا؟ شكلها مستحية تنزل. وي 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 ايش بنا؟ دوبنا كنا طيبين، ايش بكم؟ حبيبتي العروسة قدامك بشحمها ولحمها. وشو؟ انت دنيا؟ انا دنيا. شكلها عامر ملخبط بالاسم. جينا دحين الكلام اللي ما يعجب. ما يصير ما يصير، عامر قاصدني انا دنيته. سعيدهم يا ناس. يعني انت العروسة اللي جايين نخطبها لولدنا؟ تفاجأت وانكتمت انكتمت كتمت البول المدمس، وانا يا حبيبتي. وشو؟ ها؟ يعني الحين احنا جايين نخطبك انت الولدنا؟ انت اكبر من امي. مشينا، وين هالخبل؟ مشينا مشينا، يجيبك الصاج يا كروبو. الحين جاي يسحبنا على ملا وجيهنا عشان نخطبك ورا كبر امك. هاو وش اللي كبر امه؟ انا وحدة من بناتها. ترى انتم اللي دلتوني عليها. حنا؟ ايه انتم. وشلون؟ نسيتوا المقلوبة؟ مطعم همهم يا حلو، دنيا هي صاحبة المطعم. قلنا لك جيب المقلوبة مو باللي سوتها. وليدي مشفوح، ابطيني واعرفه زين، اجيبها طبخه حطها براسه. اروح افتح الباب اصرف لي.
السلام عليكم. وعليكم. اوف 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 اوف، وش هذا كله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، فين الوالد والوالدة؟ موجودين. تفضلي تفضلي، يلا حيها يلا حيها يلا حيها. صديق جيب كله، ها كله جوا. تفضلي تفضلي. يا هلا ومسهلا، نور البيت. تفضلي تفضلي تفضلي. مساء الخير. أستاذة دنيا رسلتني ليكم وتقول لكم هذا عشاكم، لأنكم روحتوا بدون ما تتعشون. قولي يا لحظة لحظة بس يا أبو عامر، ساعدني لو سمحت. أسمع، أنت بالذات يا أبو عامر لك حاجة خاصة، مفتاح سيارة جديدة لك من بنتك دنيا. وحتى لو أنكم جبتوا له سيارة جديدة ما، وهذا طقم ألماس لك يا أم عامر، ألماس كامل. الله يصلحها، الله يوفقها، الله يعطيها ويرزقها. يما بلاش حادة. وأنا أنت لك دنيا بكبرة. وأنا أنت لسلعشة بكبرة. هاي يا أبو عامر، وش رايك؟ حنقول اسمع يا عامر، الزواج يسمعه نصيب، وتزوج وخلى سكيتي، لا من شاف ولا من دري. أتحداك القصر البطل، أبوك الفلة حطينا هزيج، وشوك البرشومي ياكلك حبة حبة ياكلك. يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة صار الليل، يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة صار الليل يا أبو تلاتة. برشومي في خشمك أنت التاني، أنت في ملعب كورة، أنت في قصرك. ألف مبروك يا عريس. عشرة ألف مبروك. حاطين عطر انتم؟ لا، هذه مويه مبخره لازم نسقيها للعريس. ابو جوكم تحطون البخور داخل المويه. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. من ذي؟ بنتي رحاب. بنتس؟ اي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكننا استعجلنا يا ولد. الف مبروك يا عمو. عمو؟ انا عمو وخاله. يا شيخ تعال هنا امسك منه المغراف. دقيقه، يلا 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 بلا فضايح امشي. يلا عكسني عكسني، الابهر لا يتور علي. عكس عكس، يلا عكس امشي. انا مالك، يلا امشي. حبه 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 حبه، وياكلك حبه حبه. امشي. اصبر 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 اصبر، انا مالك. امشي انا مالك. بس قدم عليك انت، بس قدم. أتحداك يا لك البطل، وش ده؟ ما شاء الله تبارك الله. أوف 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 أوف، سمك. أنا ما أكل لبخاري. حمام، وش ده؟ في رز وفي جمبري. سمبوسة، هذا جمبري. صحة وعافية بحين ما يسري إمري. سامع سامع محمد عبده وش بيقول؟ تصدق بالله أنا أكبر من محمد عبده بسنتين بالضبط. أكبر من محمد عبده بسنتين؟ بس حشرة ديناصور ذي. يا واد يا واد، العمر في القلب ما هو في الأيام ولا في السنين، إيش بك أنت؟ سلام يا أمي، أنا باقي على رحلتي ساعتين، توصيني شيء؟ يا حبيبي طريق السلامة، روح خد راحتك، سافر يا قلبي. سلامات، وين مسافر؟ رايح شرم الشيخ مع أصحابي، أخليكم تقعد مع بعض اليومين هذه يعني. أقول رجع شنطتك وهجد، ما في السفر. يا سلام على كيفك هو. أنا بالنسبة لك مين؟ تراك زوج أمي. يعني عمك. عمك يا واد. أصحى يا حبيبي أصحى، شايفني كنبة في البيت؟ أقول لك أصحى أنت وروق. لا ترفع صوتك علي، تفهم ولا ما تفهم؟ يلا انقلع غرفتك، ما في سفر، انقلع. مشكورة يا أمي، أنا طالع ومخلي لكم البيت. مشكورة يا أمي. أقول دزها بس صاحب غرفتك، دزها. راجل راجل يا عمورة. داري إني راجل، بس ولد هذا ما ربيته زين، بيقعد يتعبني كذا، ما ينفع ترى. تنصح ليه ولا يهمك؟ تعال يا حبيبي لا توتر نفسك، تعال كمل أكلك، تعال. أبوك الفلة، كفوف وأكل وفلة وهواش. يا سلام، أغرف لك كبسة. ما عندي سؤال ثاني.
بلا بشكلهم. هذا أنا. لا يا حبيبي، هذا كرومي الله يرحمه، لكن هذا أنت. وش أسوي فيه هذه؟ تعلقها جنبهم. وهذولي منهم؟ دول أزواجي. كل هذول أزواجك؟ أيوة الله يرحمهم كلهم ماتوا. يلا يا حبيبي لا تقعد تطالع فيهم، قم قوامين الله يرضى عليك، خش غير ملابسك عشان مازن اتصل علي قال يبغاني ضروري أنا وإنت. من مازن؟ أنا جيتكم عشان أتقدم للرحاب أكمل نص ديني. سلامات يا بوي، سلامات. أشوفك تكلم دنيا، ما كان في رجال قدامك هنا. لي 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 الكواردي كلها. عمتي دنيا وأبويا متفقين إن أنا ورحاب لما كنا صغار هي لي وأنا ليها. شغل الأفلام المصرية ذا ما يمشي عندي، هي لي وأنا ليها، تفهم ولا ما تفهم؟ لا هو صادق، البنت له وهو لها. أقول لا تطرين بالعجة، خلنا نسأل عن رجال، هذا زواج مو بلعبة. هذا ولد خالي وإحنا متربيين مع بعض وأنا أعرفه مرة كويس، فأنت ليش تبغى تروح وتسأل وتسوي أشياء مرة كتير؟ أسكتي أسكتي ولا كلمة، أوكي؟ إذا تكلم رجال الحريم يسكتون. أنا عمس ومسؤول عنس، أوكي؟ ولا كلمة. وين تشتغل؟ طبيب أسنان. مسوي زحمة والشارع فاضي، بالأخير أسنان أسنان وش تسوي؟ تفك حشوة وتركب حشوة، وإذا خربتها سويت تقويم. يا عمي إيش بك أنت؟ يا خا عن إذنكم. بعد إذنكم أقول سك الباب بس لا يكثر. هذه اسمها قلة ذوق، أنا ما راح أتزوج إلا مازن. اقعد مسوين حبيبة، الزواج هذا ما يتم لو على جثتي. جثتك يا حبيبي إن شاء الله تترمي في الشوارع لكلاب البراري. يا أخي حل عن سما أهلنا، من يوم ما دخلت البيت هذا طولك وقامتك وعلى الله سلامتك يا نتف يا محتف يا اللي جاي بمقاس مقطوع، حل عن سما أهلي. من زينس ومن زين شكلس أصلاً، أنا ما تزوجت السلة علشان بطني وعلشان المقلوبة، لكن الحين لقيت لي مطعم بالشفا يبيع مقلوبة البطلة. يا أورانجي أتحداك يا البرتقالة. أنت وعمتك هادي جبتوا لي البلا. يا ابن الحلال ليش وديته مع ذا الطريق؟ ذا الطريق مشوار وزيادة 20 دقيقة. لا يا شيخ، الطريق اللي تقول عنه يا الدليلة هذا كله مليان حفر وموية، وأنا توني مغسل الهلي. حسسني معك جي كلاس. ذي بعيني أحسن من الجي خلاص حقتك، هذا الهلي. بعدين أنا ما أخذك عشان تبثرني، أقول استمتع بالرحلة بس. رحلة وآخر شيء تشريح. وش تقول؟ لا لا أقول انتبه ترى في مطب. ها انتبه شوي شوي على السيارة. حبيبنا عربيتك دي والله منتهية نهاية ولا بتنفع معانا بريال زاد. اجدع احريق اتصرف معايا. لو سمحت عندك جنوط هلي قديمة بس مكينتها وقيرها على الشرط، بتبيعها قطع وتستفيد منها او اكبسها وتبيعها سكراب او احرقها. تدري لها 20 سنة وهي ناشبتني في حلقي. تبي العلم خذها لو بالفريال. بالفريال؟ انا شراي. كنسل الجنوط يا زول. صاحي انت اشتري من السيارة القرنبع يا ابن الحلال. ذا السبها ما يعرف قيمتها، اذا ما رجعت وكاله ما اكون عامر. ها وش قلت بعت؟ بعت يا ولد على بركه الله، الله يبارك لك. السعي بتاعنا وين؟
السيارة اللي اشتريتها اشتري فيها، اشتريتها سيارة، اشتريتها سيارة. اي هذه هي. بالله يا كفتة بدون مجاملة، وش رايك فيها؟ قديمة. اقول دزها بس الاستراحة، مسوي تقيم؟ هذا تسعاوي يا حبيبي، وش عرفك انت؟ هذه السيارة البطلة. مرة مشكورة يا عامر، مرة انبسطت اني شفتك. العفو. هي وش تبي؟ ضف وجهك. أنا السيارة اللي تكلمك، بصراحة ما أدري كيف أشكرك. أنت سويت معي جميل ما راح أنساه طول عمري. أنت أنقذتني واعتنيت فيني وجددتني، مرة شكرا يا عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخاف، أنا صدق اللي أتكلم، وترى ما وصلت أنت للمرحلة دي إلا لأنك تحب السيارات كثير. وللمعلومية ما حد يسمعني من البشر إلا أنت يا مميز. أنا؟ إيه أنت. جابوا سيارة قديمة. عليك مسكات، شو جوك بالله؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. ها؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. آمين آمين. مبروك المالك الجديد. الله يبارك فيك حبيبتي. شايف؟ كل السيارات تبارك لي فيك. أبك 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 مبروك مبروك. أبك الزين هذا ويش؟ الجمال هذا اللي يمشي بالشارع ويش؟ الله إنه لا يضرك، والحمد لله على السلامة، الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك ويسلمك. أنا اللخمت، وش السالفة؟ السالفة إني من كثر فرحتي نشرت الخبر بين السيارات، وصاروا يعرفونك وتكلمهم ويكلمونك، تستاهل. مبروك يا عامر مبروك. الله يبارك فيك. وينك يبا ما أشوفك؟ أنا سيارة الوالد، حبيت أبارك لك، الله يرزقك بره. الله يبارك فيك. عامر سم، أنا بيك تنبه الوالد، له سنة ما غير زيت مكينتي، والبواجي انتهت ولا غيرها. بعدين قل له يريحني من مشاوير الظهاري والشموس، قل له يأخرها لليل. زيت بواجي يبشر بعزك، أقول له بس إنه يغير مشاويره من النهار لليل تبطي والله. عامر وش فيك ما سلمت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كنت توي بتصل لك. آمريني يما، أبرسل لك أغراض على الواتساب حق البيت وبيك تجيبهم. أبشري. عامر أبيهم الحين إن شاء الله. أبوك يا البلشة، الحين وأنا أوقف؟ وقف هنا وروح خلص شغلك وتعال. لا يا شيخة، تبين أوقف غلط وأروح؟ أنا ما داني أحد يسويها فيني، تبين أسويها بالناس؟ خيو عامر، أنا طالع عرفت، وقف مكاني خيو. مشكور خيو. السويدي لين هنا، سبع بقالات كلها عشان عايز كريم برتقال. أم سكريم برتقال، ايش جوه ذا؟ انت راعي لك سنت؟ ايه بس ليش تسأل؟
حصلت سكريم برتقال. ايش تبي انت؟ ابوك البخل الحين جاي من السويدي ومار سبع بقالات ولا لقيته، ويوم لقيت سكريم برتقال تاخذ واحد؟ ابدزه البقاله بجيب لك كرتون. ولا عاد تهجول بالموتر اوكي؟ شوف يا عامر قديش تعاني هالسيارة. عاد هالموتر ذا كل العالم تعاني من شطفاته. تكفى يا عامر، الركبة اللي بالكفر اليمين تعبانة، وهم غير ترقصون وتنكصون ذا الدبش ما يحسون باللي انا فيه. ابشر ابشر بكلمهم. ايش يا ابو؟ لا بس الموتر يشتكي من البقر، اقصد الهروش اللي معك. لا تسيتمون يا ورع. يا درج انا جاي انصحك، ترى موترك الكفر اللي على اليمين الركبه تعبانه. الركبه وش فيها؟ رباط صليبي. ابو عطيته في الوجه. كيفك؟ انا علمتك وبس. قايل لك يا وجه الركبة لكن ما سمعت الكلام. يلا الحين بحلبها انت وياه. عامر يا سايكل قلاك كل دو يا بهوت مزبوط هي. اما عاد حتى السياكل تشتكي. معليش يا صديق ودي اساعد بس ما في معلوم اوردو. اوف 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 هلا والله بالاحمر. اتحداك يا التيربو البطل. هلا بالعيون. عامر او ماي جاد، مره سعاده اخيرا شفتك. ماني مصدق انك قدامي. أم عاد أنت تعرفيني؟ أنت اسمك ترند عندنا بالسيارات ومشهور بحنيتك ولطفك وقلبك الكبير. يوه يا ريت يا ريت إنك تاخذني. أبشري بعز ساخذ، بس وين صاحبس؟ في السوبر ماركت. أعرض عليه مليون وصدقني راح يوافق ويبيعني لك وتتحقق أمنيتي. أم عاد مليون تبطين والله عظم، قطة الاستراحة ما سددتها. أعطيس مليون أقول دزيها بس. وش عندك تسولف وتضحك معاها ها؟ سلامات سولفت ايه بس ضحكت من وين صرفتيه هذي؟ هذا وانت قدامي، اجل من وراي وش تسوي يا زير السيارات؟ يا عامر ما يركد الاولى للثانية، خذ الثانية وطع شعوري. مع الهل يا حبيبي. اجل خذ عليهم الثالثة. مالك دخل انت يا ابو شنب يا متخلف. وانت يا عامر وش قاعد تستنى؟ يلا تعال خلينا نمشي. السلامة يا أحمر. بعد تقولها مع السلامة؟ أنا بصراحة يا عم ما لقيت أحسن من عائلتكم، نسب طيب سمعة طيبة. بصراحة يشرفني أني أخطب يد بنتك المصونة. حياك الله يا وليدي. وش تشتغل؟ أنا يا عم موظف على مرتبة العاشرة، خلصت ماستر الحين وأفكر أني أطلع أكمل دكتوراه في أمريكا. أيه أنت تتتل؟ دخان؟ إيه؟ لا الحمد لله، الله يبعدنا عنه، لا أحب مجتمع المدخنين ولا أحب اللي يدخنون أساساً. ريحة خائسة، وسنان صفر، والله لا يبلانا بس. صدقت. وتعرف يا الحبيب الموضوع زواج وكذا، أبيك تعطيني زبدة الرجال، وشو من اللحية؟ أرحب، أنت غالي علينا يا معشر السيارات، أنت بس اسألني وأنا أجاوبك. شهادته ماستر؟ نصاب معه دبلوم. يقول على العاشرة. يا رجال يا عاشرة على المرتبة الخامسة.
يدخن؟ ايه ما غير يحرق دخان من باكتين الى ثلاثة، ويقفلها براس شيش اخر اليوم. ولا واذا في مباراة للهلال راس رايح وراس جاي. هاي السربوت وجاي تشخص علينا. انا ما احب مجتمع المدخنين يا راعي الدبلوم. طف وجهك طف وجهك، دزها. حسب بنات الناس لعبة؟ احنا نعرف نجيب اخبارك يا ورع. ها عامر، في محل برجر في التيوان تبينا نروح له؟ يحب قلبك. نحبك يا عامر. وانا احبك بعد. وش اللي احبك؟ ها؟ لا اقصد السيارة ذي احبها. يا عامر انا هب انت يا قلبي. وانا هب انت يا كبير. يا عامر سولف لمين انت؟ لا لا بس اللي يمرون اعرفهم واسلم عليهم. حن من فنزاتك يا كبير، عرفت؟ يا رب الفنزات والله. منحوس انت؟ وش وضعك؟ فيك شيء انت؟ وضعي رجعني البيت احسن لي، اصلا انا ما احب الاماكن اللي فيها زحمات وتجمعات. خف علينا يا ميسي. لا يا شيخ يتعب ميسي عندي. عامر عامر تعال لهالم تعال. تكفى يا اخي طلبتوك، تكلم لي ابو كفته يصلح مصدم، من يوم ما صدم بمعد صلحني. عامر كفراتي محبله يبيلها تغيير، تكفى تكفى ساعدني. عندي الفحمات على وشك تنتهي واحتاج خرط هوبات. يا ليلى القروشه، تبي تسكتين انت ولا شلون؟ براحتك، لا تتضايق لو خربت. ابوك البثاره، خلاص اسكتي ما تفهمين. بالطقاي انت الخسران. لا حول، الله يصبرنا عليه بس. عامر زين قابلتك، بالله كلم ذا الفاهي اللي يسوقني، قل له السيارة الثانية ماخذ مفتاحها أخوه وجالس يفحط عليها. يا عم عامر بالله قل له أخي سيارة الحجمة والله ثقيلة علي. الحين وش الوضع؟ تبي تسكتينهم ولا أنزل؟ لو سمحتوا عامر ما يبي أحد يتكلم معه. نبيه يساعدنا، إيش ذا النفسية ذا؟ أنا نفسية؟ طيب أوريكم، لا أحد يتكلم معي لا أنتي ولا هم. أروح البيت بركلي. إذا متضايق مني بعني وارتاح خلاص، ولا بتسمع صوت أي سيارة مرة ثانية. لا يا شيخة من زينس أصلا. يا عيال عامل أسبوع عطب الاستراحة ولا له حس؟ شكله مسافر. لا مسافر ولا شيء، أنا قابلت عامر قبل كم يوم بس ترى الرجال مو بنفس خوينا الاول. اهدى من كذا عيال، ندق عليه ونشوف الموضوع. الو عامر. ما فيني شيء بس اني مريح ومشغول ادور شراي الموتر. ترى شراي للموتر، سمعت صالح يقول لك شراي. اذا صالح شراي لازم اقابله واعلم عيوب الموتر. أبيه بعيوبه، أبيه بحلوه بمرة، أبيه ترى شراي صامل واحد بس يات أقدام شاري عليك بوع علي لا الهبك بعين. عامر بيع للرجال تراه صامل. بيع السيارة لولد عمك يا عامر، لا تكون حسود. بعت. مبروك يا
يعطيك خيرك فيك شرها. ما بيل جزاكم خير. ركبنا معك ركبنا. أكيد أول الرادفين أنتم. أبا نسيت عامر وأيام عامر يا العينين. لا تجيب طاريه تكفى. يلومون انبت. لب قلبك ابوك يا الفلا عيال لا تقطع. ها عيال غريبه وين صالح؟ له كم يوم مختفي يا ابويا. من يوم ما اشترى السيره من عامر ما عاد شفناه. عامر وين صالح؟ ما نشوفه. اللي يبي صالح يروح يدور عليه. العب. صالح ساعدني يا صالح، بطاريتي بتنتهي. يا صالح صالح تعال تعال سكر لي الباب، نسي الهب المفتوح. يا صالحي خلوه يجدد التامين حقي. حياكم الله على الميسور. وباسل ان شاء الله تاخذون واجبكم ونعزم الجماعه كلهم. ما يحتاج يا عم، عارفين قدر عندكم ولا جينا نختبركم. الله يكرمك الجنه يا عم ويغنيك. اي والله يا عم بيض الله وجهك ما قصرت، الله يجزاك الجنه. سب الله يحييكم. سامحوني عيالي انا جا وقت نومي. البيت بيتكم، خذوا راحتكم. ابد يا عم خذ راحتك، هذا بيتنا ومحلنا. أقول يا زقرت ورا ما نروح الاستراحة نلعب سكة بلوت ونفلها. شو رايكم شباب؟ شو رايك أبو عزيز؟ يلا جو. أنت خلك هنا. ها يلا مشينا. لعب سريع سريع. ها لا تقعد تناظر خويك. أكرمك الله يا عامر، ورايح إننا استنسنا. الله يحييكم واعذرونا على القصور. ما من قصور يا عامر. بيض الله وجهك، الله يسعدك، ما قصرت. ما الله يا عامر، ما الله. فمان الله. مع السلامة يا عيال. اسمع، الأشكال هذه لعد أشوفها طاب استراحتنا. سلامات وش فيك أنت؟ لا يا شيخ، ما شفت حركة ولد عمك يوم يغمز الخوية ويضحكون علي ويطلع لسانه؟ سلامات لا تصير نفسية، يمكن يغمزنا عشان البلوت. إي لا تسوقها علي، أنا قاف طوقاسة يوم يغمز الخوية ويضحكون علي، العينات هذه لعد أشوفها طاب استراحتنا. إي لا تكون عينات علي يا عمي، بعدين مو أنت اللي تقرر من اللي يجي للاستراحة. هدوا اللعب يا عيال. ألعن الشيطان يا جماعة. أعوذ بالله من إبليس، بس الجحلط لعد أشوفهم طابين استراحتنا. تعاقب وتخسى، ما الجحلط إلا أنت وأشكالك يا ورع. شرها مو هو عليك، شرها علي، انا اللي جالس في الصراحه هذه. اقول انقلح بس انقلح. اقول بس هناك يلا وربي ما لك داعي تفصل على ياسر، ترى الحق معاه. على شحم انت، اطلع منها. ما انت صح يا عامر تغلط على الشباب علشان عيال عمك يا عنصري. لا ابوها من استراحه واللي يقعد فيها يا شيخ. اسمع لا عد تضيفني للجروب، تفهم ولا ما تفهم يا ورع؟ هلا انا عند الباب اطلع لي. خير خير، وش حاسوا بناتك انت ياسر؟ هذا بزر وشايف نفسه ولا يقدر العيش والملح اللي بيننا. يا رجال الموضوع تاف، والشيطان دخل بينكم واصل جاي نصلح. اي تاف يا حبيبي، ترضى احد يقول عن عيال عمك جحلط؟ خسوي عقب ما الجحلوط اللي هو قال انت ذا. قال انت ذا، هذا شايف نفسه، شايف انه هو فوق والناس تحت. حتى انت كان يقول ليش تدخل الاستراحه عشان ولد عمك؟ اسمع يا صالح، هذا ياسر اذا كلمته ولا دريت انك شفته في مكان
ترى لا انت ولد عمي ولا اعرفك، تفهم؟ انا شريك وبيع غيرك، انا ولد عمي على الغريب. كفو، ما بقى الله الورع ياسر، انا اوريك. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا. معك عبد الله والد ابو عبيد. حياك الله حبيبي. بلغ ربعك يحولون الدراهم حق تجار استراحه. ابشر ابشر حيحولوها. اي ما هو ابشر ابشر، ترى ويدق عليكم ما تردون. لا لا حيردوا الجماعه، انا حبلغهم ان شاء الله. سلام وسلم. فجأة كذا وكأن الشيطان دخل بينهم، ياسر يقول ولد عمك غمز وجحلوطي، التاني قال له جحلوطي انت واشكالك، كلمة منا وكلمة منا، بالأخير كل واحد طلع زعلان من التاني. عدو الإنسان الشيطان، وكونك صديقهم المخلص لازم أصلح بينهم. ألو، ايوه ياسر، فينك؟ في السينما. في السينما؟ انا قلبي عليك متقطع انت وعامر. يخص عليك يا ياسر يخص، نسيت الماضي الجميل؟ نسيت لما تكون ما معك قطه نستر عليك وندفع لك، لما تكون في حزنك نسعدك؟ نسيت؟ المسلم لا يستسلم، لا تستسلم، لا تستسلم لتفكير الشيطان السلبي، وتعال الاستراحه وتصالح مع اخوك عامر. يا اخوي ماني بجاي. انا قايل لك ما ابي اتصالح مع احد خير شر، لا عاد تفتح لي هذا الموضوع. الله انك رمه، والله انك رمه يا شيخ. بشر ايش قال لك يا شيخ؟ هذا غبي طلع مخه سيء يا اخي، ما له الا رجاله، ما له الا عامر. كفو. شكله مشغول. الا قفل في وجهك يا فقي. فين فين يا حبيبي؟ فين راح انت كمان؟ متسانم ما ابوه تقدير العيال عمومتي، ينعافى قاعد ابوه. يبا صل على النبي، حجيب لك الكليجه اللي تبغاه. ايه وين رايح؟ ما هو؟ وازيدكم من الشعر بيت، عبد الله وانا رايح الاستراحه، يبغى الايجار. والله مره مو وقته. ما دام انت تدعو كذا، راح اخذ الرموز حقي اللي اشتريته ب 10 ريال. يا كفته، انت الكبير، صل على النبي يا كفته. ايه كل واحد ياخذ اغراضه، شيل وامشي، وخر. اركش يا حبيبي. شكوش تم النظام كده، سيل وامشي. طبعا ايش جبت؟ والله اني قليل ادب، ما جبت ولا شيء معي. يلا ان شاء الله الزعله الجايه اجيب شيء معايا عشان اشيل وامشي. غير الزيت يا معلم. عامر ام عاد معاد، ابوك يا الصدفه. هلا. هلا والله. وين الناس؟ انت اللي وينك مختفي؟ لا مختفي ولا شيء يا حبيبي، انت اللي ما تنصات. الزبده لازم تجيني اليوم للاستراحه. والله ودي يا الخوي، لكن اليوم مرتبط مع الوالد. ها يا مرتبط، عطنا من وقتك شوي، ترى بيننا سوالف وشيء كبير، متوسط، ثانوي، حاره. الله يا الذكريات، تذكر يوم انك تتسطر وافزع معك بالطليعه. شو اسمه ذاك اللي طاقيت معه يا ابن الحلال؟ محمد عبد الله، ما ادري محمد. الزبده، معك احد من العيال في الاستراحه اللي درسوا معنا؟ لا لا ترى كلهم ما تعرفهم، اخوي عمل وكذا بس، وقسم بالله تستانس. جوهم على جوك. خلاص ابشر، ابى اخلص مشاويري مع الوالد وبجيك، بس ابشر. عامر بدون رسميات وكلام. رسميات وكلافه معك انت؟ لا يا ابن الحلال، بساط احمدي وخذ راحتك، وبرسل لك اللوكيشن متى ما زان جوك. تعال يا حبيبي. ابشر ابشر. اوكي اوكي، لا تقاطع. الله الله، اليوم جالسه في البيت، محتاج اقعد مع نفسي وافكر في الحياه. مليت من الاستراحه من اصحابي. سبحان الله، سبحان اللي هداك، وان شاء الله وصلت بتفكيرك لشيء يعني ينفع. ادور على هذا الصفر اللي يقولون انه التجار، كل ما سالت واحد قال بديت من الصفر. على الاقل تدور الصفر افضل ما انك ما تدور ولا حاجه. عندي مشروع، ايش رايك تساعدني فيه يا ابويا؟ ابشر بي. يلا خبز الأجواء.
بعاقل يا مسي، عطني جوالك. ايش تبي فيه؟ تبي اشحن لك رصيد؟ اسف. اقول بلا بربره، عطني جوالك افتح سنابك. وش اقتحام الخصوصيات ذا؟ اوه خصوصيات، والله كبرنا يا ورع. افتح جوالك عطني السناب، ابيك تضيف هذا الحساب. شوف يا ليل، شغل الدعم ذا مو بعندي. اصبر يلا ضفها. امزك. حط اصحابك بالغربال، اصحابك لو بتغرب الغن، ولو دولابك مره سوي فيها دراما الورع. اوف شكربت على خويك. مو بشغلك تفهم. ها جبتوا له كل اغراضك، ام بطاطس وام ثوم وام كاتشب وام حمر، قروش قروش قروش، بس انت شد حيلك وانا ابوك. توكلنا على الله يا ابويا. بسم الله. بطاطس بطاطس. بطو راسك بطو راسك، قطع وبعدين قول بطاطس. ياوا سونا. ياش بابا. اعطيني جوالك شوي. انا ابدا شاحن. انا بشحن لك بس اعطيني اياه. طيب. هلا والله بالعيال، اتحداك الاستراحه البطله، ابوك الروقان والفخامه. شوفوا هذه الاستراحات، مو بهذيك ما تعوق معنا، يروحون اخويا يجي بدالهم الف. هلا والله بالعيال. سلام. هلا هلا هلا. سلام. هلا بك. هلا والله. ترى عارف العب شطر الخريطه. عادي معليش، امسح بوجهي. استريح. يلا حيه. هلا والله بعامر، نورت. الله يسلمك. هذا صديقي عامر، صديق قديم من ايام الابتدائي وكذا. اوكي اوكي اوكي، خلنا نركز. ما قلت لي وش تشرب؟ اي شيء. ابد اللي تبيه موجود، بلاك كوفي، لاتيه، كابتشينو. انجز للكوفي كورنر وضبط قهوتك يا وحش. هيلب يور سيلف. ما في شاي تلقيه؟ ما سوقين سطحات عندك احنا. خلاص خلاص، كابتشينو كابتشينو، هيلب يور سيلف. خذ راحتك. ها هلا والله بالعيال، اتحداك الاستراحات البطله. شوفوا شلون كابتشينو وكافي ولاتيه وهيلب يور سيلف. وهنا العيال شوفوا، ها طقونا شطرنج، الشطرنج للأذكياء، أوكي؟ وهنا الروقان التمساح، هلا والله. أقول احذف، احذف السناب بسرعة. بشوف لي محتوى يا المؤثر. استغفر الله العلي العظيم. يا أخي تعبت والله. جوه يغبن. جرب 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 جرب، بطاطس بالكفاتي، بطاطس بالكفاتي، جرب جرب. طيب البطاطس فرش ولا مفرفن؟ وهذه الاكياس ما هو؟ هذه اكياس اسمنت ولا بطاطس؟ هذه بطاطس طازه. عطنا واحد بطاطس وحط لي كاتشب. هيا حط الخمسه هنا. يلا يلا، اللي بعده اللي بعده. ما شاء الله تبارك الله. كفته بالله، ابي بطاطس من يدك الحلوه لي. بس البطاطس حقي ابي خاص بالله، ابي من برا طري ومن جوا مقرمش، وابي نص استوى، لا هو بغرقان زيت ولا هو بناشف، شيء بسيط ابيك تسويه. شفت الاطراف؟ ابيها محروقه. خليفه سجلنا الطلب حقك، رجعنا بكره. هيا روح. اللي بعده حطه هنا عندك. كيف حالك يا عامر؟ الحمد لله بخير. حساب سوى ياسر؟ لا حسابي الحالي.
لا تحاسبني مع الاشكال ذي. حساب 57 ريال. الو، هلا والله، كيف الحال؟ ها موجودين بالاستراحة؟ قل قسم ابوك يا الفلة. ايه انا بالبقالة الحين جايب الدجاج، نبي نشوي ونفلها بالاستراحة. اتحداك ريان موجود. ابشر ابشر، بضبط لكم مضغوط ما قد اكلته مثله. ابشر بعزك. النشبة ذا يبيك. اقول صديق مشي السرعة مشي السرعة بلا فقش. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. ايش ذا؟ كبسة؟ لا شكشوكة. ما تشوف الدجاج؟ اي بس ترى ما تعودنا هنا في الاستراحة كشنة وريحة وبصل. يا عمري ما تعودتوا ها؟ معليش نعودكم شوي شوي. تجيك احلى كبسة يا ولد. عساك على القوة ان شاء الله، بس يعني مطول انت في الموضوع هذا و... لا 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 لا، نص ساعة بالكثير 45 دقيقة. الحين اكتمه بالكاتم. رح خلاص. كتمتنا احنا، ما كتمت الكاتب. والله اي والله ما عليك، انتم يبي لكم بخور وحركات وكذا. لا تكثر بصل. ابشر ابشر. من قصتك ذي عرفت انه ما عندك سالفه. اليوم احلى عشوه مع العيال، يستاهلون حبايب قلبي والله. شوفوا الاكل الزين، وبعد الاكل هذا ان شاء الله احلى فره في تركي الاول. تستاهلون حبايبي، تفضلوا تفضلوا. يلا شكرا صديق، شكرا. شيل شيل شيل. يلا 10 ريال كويس ها. يلا خلاص، يلا مع السلامة. 10 كويس خلاص. يلا مع السلامة. يلا يلا مع السلامة، باي باي. يا معلم الأكل هذا كله سفري. تعتبر التماسيح من أشرس الحيوانات الزاحفة على ظهر الكوكب، وتمتلك ددير بد ددير بد دربد دربد. أحلى كبسة لعيونكم عيال، حبوا دهن. تعالوا. وين جايب قدر الضغط معك؟ طالع كشتة ذا. ابدان يعني اصلا والله العظيم. اخويك جاء. تبعني. معلش عادي، بعدين نشوف العيال ترى مو براي الرز ومضاغيط والجو ذا. تعشي لحالك بالعافيه وامسحها في وجهي. ترى علشانك بس. خلاص عامر رح تعش رح تعش بالعافية. عادي عندكم تعشى الحالي. اي عادي، هل بيرسل؟ اي هذا نظامكم. هذا نظام. مفترس ما شاء الله. مساء الخير يا جماعة، أبشركم أني فتحت بسطة بطاطس في الحديقة والأمور تمام، عرفتوا ها؟ وأتمنى منكم أنكم تدعموني وتشاركوني في فرحتي. يجي بالأدب، إيش الحركات الحلوة دي يا كفتة والكفاتي؟ شكل الشغل حامي معك، أديني صحن. هات فلوس والعمل والصحبة صحبة. ما شاء الله يا كفتة، ما شاء الله على المشروع الجميل هذا. أجل عطني صحنين، واحد لي واحد له على حسابي. الله الله ياسر، اشتقنا لك. تعرف وش ناقص الجلسة دي؟ يجي عامر وتحلو. أنا عامر
هلا كفتة. أنا حبيت أبارك لك وشارك فرحتك، بس سولي صحن سفري وجبه هنا لي بالسيارة باخذه. أبشر يا عامر. يهو يا عيال، هذا إيش عنده هنا؟ يعني غبنا كم يوم ورحنا وجينا، ألاقيك ماخذ المكان وتبسط فيه؟ أنتم مين؟ إحنا حاجزين هالمكان لأن أسفين نبسط فيه ونترزق الله. سافرنا كم يوم لقيناك متكي البجيح. أهدى من كذا، أرض الله واسع وحي مكان. أقول بس لا يكثر، يلا شيل عفشك وضف وجهك من هنا. والله بتحرك من هنا ورا سيف طويل، روحوا شوفوا لكم مكان ثاني. والله لا مشيك طارق وأنت ما تشوف الدرب، أمشي يا ابن الحلال. أقول لا تدف وجه الحلال. دوات قوم يا الله. ريلاكس هدوا يا شباب. سنابيز، جبت لكم أحلى مفاجأة، أروق مكان في الرياض وزين قهوة. وش رايك بالقهوة يا ريت؟ تفوز تفوز قهوتهم. الحين بحط لكم اللوكيشن، ارفعوا الشاشة على فوق وتحصلون خصم، أحلى وأقوى خصم لكل متابعيني. يا هلا والله. أوف أوف أوف، وش السالفة؟ لا يكون عندهم ميسي. شفت هذا سنابي عامر؟ ايش اسمها ايش اسمها يا ابويا؟ من كثرهم نسينا اسمها، كل ما حفظنا اسم طلعت واحده ثانيه. ايه ذي السخيفه اجوان. ما شاء الله عليك حافظ اسمها. انا يلا حافظ اسميكم، تعالوا نشوف ايش السالفه. ما شاء الله ما شاء الله، كلكم مجتمعين على هالمقشع. يا قليل الادب يا قليل التربيه، أنا أوريك الكوميدي، كل شيء مسجل عندي. أنا قلت شيء يا عيال؟ يا أخي من تبصاحي، وش جاك تغلط عليها؟ والله لو رفعت عليها قضية أني روح فيها. يا حبيبي ما غلطت عليها، أنا قلت الحقيقة، وجهها مقشع. ترى تقدر ترفع عليك قضية تنمر في مكان عام، وفيها غرامة وسجن. انتبه يا عامر، يمكن يقبضون عليك. لو سمحت يا أختي. أنت تسبني وتلحقني لبيتي؟ والله أنت ما تستحي على وجهك. الحين أنا أوريك أبلغ عنك الشرطة. لا لا خلاص خلاص، بمشي بمشي. راح وش في سينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ فيك شيء يا عامر؟ ما فيني شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت حلم مزعج، شفت وحدة رابطة رجلك بحبل وتسحبك. وبعدين وش صار؟ ما أدري. الله يحفظك من كل شر. طيب وشلون شكلها؟ مقشع ولا حلوة؟ ما أتذكر يا أمي. اسمعني، راح أتوضى وصل وأقرأ أذكارك. طيب طيب. تم القبض. تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني. شفت حلم مزعج. شفت حلم مزعج. تكفى يا ياسر، والله ما نمت من البارح، خل نروح لمها ونحل الموضوع ونقفل القضية. الحين طول بالك وروق، بإذن الله الموضوع بينحل. حلوم حلوم حلوم، عجزت أنام أمس، عجزت أنام. ما
ما عليك، روح من بيته وخلنا نحل الموضوع. شوف يا جوان، في عقد إعلان مرة حلو بيجوز لك، بس وشو؟ معلنين يبغون يجلسون معك ويشوفون نسبة مشاهداتك. أصلاً مشاهداتي كلها كم يوم نازلة؟ 60 70 100 ألف. إيش قاعد تقولين تستهبلين؟ الأسبوع اللي فات كانت 1,000,000 وشيء، شلين نزلها الكثر؟ 1,000,000 مشاهدة علشان الإثارة اللي سويناها مع ذيك وزوجها، إيش فيك نسيتي؟ معناته إحنا لازم ندور لنا على محتوى يحرك المتابعين، ترى كذا الوضع ما يصير. يا ذا المحتوى اللي جنني، ما في شيء ما سويناه، قضى. ما عليه، خليني أنا بشوف وبتصرف، ندور محتوى لين ما نشوف لنا حل المصيبة اللي إحنا فيها. شكل المعلن جاء، الحين وش أسوي؟ ما عليه، أنت خليه يدخل الحين وأنا بتصرف. سيلا! يس ماما. افتحي الباب. يس ماما. ها وش نسوي؟ شوفي، كل منتج نعلن عليه لازم يكون فيه مصداقية، يعني لازم نجربه، وهذه حجة وحاجة ان احنا نأخرهم. والله ما انتي بسهلة. اتشر بجيح تغلط علي وتدخل بيتي؟ والله مالي دخل، الشغالة فتحت لي الباب وقالت ادخل. يا اخت جوان، وهو جاي يعتذر ومستعد يسوي اللي تبينه. برا، اطلع برا. جوان هدي هدي، جوان هدي، خلينا نشوف الرجال ايش عنده. يعني انت الحين متنمر عليها ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة، يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500,000. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت اريج. والله نعم اخت اريج، ترى الولد مسكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ اي ابوك. اي صح، ابوي فيه الضغط والسكر وفيه كوليسترول بعد. ايه، وامه؟ أمه لو درت أن ولدها بينسجن تجيها جلطة. صح يا أخ ياسر، تقدرين تدلعيني يا سوري؟ يا سوري، ونعم يا سوري. شوف أنا بحل لك هالموضوع، بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء أقول لك إياه بالحرف الواحد. أبشر بعزس، أنا أنفذ لك اللي تبين. لا 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 لا، تبيني أتزوج بطنية؟ صاحية أنتي صاحية؟ اوه ماي جاد. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك، ترى كنت بتطيحيني معاك. اسمعيني، انا صاحيه ومركزه وعارفه ايش قاعده اقول لك مره زين. بطلي عنك العصبيه واسمعيني الحين. انت مو تبين اثاره محتوى في سناب؟ ردي علي. ما ابي. هذا هو المحتوى. اسمعيني، سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربه، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انت؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي، بس تصور معي سناباتي ويطف وجهها وينقلع. وا ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفته. اوف 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 اوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، أدري إنكم تفاجئون، بس أنا لي 5 سنوات مخطوبة، والبارح كان عرسي، وهذه هداياي، وهذا قلبي عامر. هلا والله، هلا والله، وسهلا، تستاهلين أكثر يا عمري. ها كيف، ممتاز. رح. كم من 10؟ رح. وين أروح؟ رح بيتكم، خلصني. طيب خلاص أوكي. ما شاء الله، تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها ايش معطيها هدايا. إيه مو بنا، مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين غدايا نحترق، قومي. تعالي نشوف المشاهدات. خلينا نشوف. خلال ساعه
400 ألف مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم مليونين. شفتي قلت لك أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية. عشان تاني مرة تسمعين كلامي. يما يما الحق ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لما عزمنا؟ اسكت انت. اي سنابي. هذه اعرفها بسنوب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة. والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي؟ كاشفت الراسها قدام الناس. يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين هالروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان. عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا. شكل العالم كله درت. انا اوريك بعدين اوريك. الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف اسري. اي عنف اسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعه اللي مسويها انت يا هالسلوقي؟ طب هدوا هدوا هدوا. تذكرين يما الحلم اللي قلتي لي اياه؟ الحلم الحرمه اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ انا اللي بلي ظهرك بهالعصا. اي اي خلدها خلدها. لا بارك الله فيك. والله غصب عني يما. والله مو بكيفي. والله مو بكيفي. والله مو بكيفي. ايش اللي يكيفك؟ اجري ديبه تكفى. امسك امسك يا ابو عامر. خل جوان تنفعك يا زواجك. اوف 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 وش ذا الموتر؟ اسمعي المقشة، أبوي وأمي طردوني من البيت وزعلوا علي، وهم أهم اثنين بحياتي. أنت شفت السيارة اللي برا؟ إيه شفتها. هذه هدية لك. لي أنا؟ هدية لك. شف أنا بربط عيونك طيب؟ بصور سنابة، أبيك تمشي معي وبفكها وأبيك تفاجأ. وليش أتفاجأ؟ أنا دخلت وشفتها خلاص. أنت جنتني؟ وش فيك عبيط كذا؟ سووا اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص بسوي لي اللي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب. اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك شوف هناك. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك. الله يوفقك الدنيا واخره. والله مصدق عيال. اوف 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 اوف. هذا ريانا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل. يجي التيوان على الفره. ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم بعد اذنكم. يا شيخ وش اسوي لك انا؟ انا وش اسوي لك؟ الحين خلصنا. يلا مع السلامه. وي 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 تعال تعال تعال. باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري عجبتك السيارة؟ اي والله مرة ما شاء الله ممتازة. يا بعد عمري تكسرها بالعافية لب دلالك. الله يعافيك ما قصرتي. الحين انا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 ايام. ها جاهز؟ اي جاهز جاهز. وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرس. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي. إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا.
اوف 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 اخس يا عامر اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذي انا لك يا قلبي يا حبيبي. خيرس الله يوفقك الدنيا واخره. يا حظك يا عامر، صح انه نشب نشبه بنت لذينه بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بوداك عايش الدور انه زوجها، بس صدقوا يستاهل عامر، يا ليتني قلت مكشى بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيك؟ هدي هدي هدي، لا تعبي نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحه. يما شكلك ما تدرين عامر مبسوط، جده سياره قيمتها نص مليون. شوف قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعه ولا اتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعه طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجاه بقول لك عامر انتبه، وابيك تدعس فرامل بقوة، طيب؟ وليه الاكشن هذا كله؟ خليني اشوف لي عمود واحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟ فعل الله ولا فعلك، سوي اللي قلت لك عليه وبس. فهمت؟ يا مهبولة، اهلي بيشوفون المقطع يصدقون، وش في سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس. بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا 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 عدس ما بي، خلاص ابشري سمي. هاي سنابيز، اليوم انا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في اي بي، ومره مره مره متحمسين. وش رايك حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله، الله ستر علي انا وزوجي. تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف يا ناس. أذكر والله، قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك، ضبطت المحتوى، عادي لهنا وكفاية، احذف المقطع، تراك أخذت حقك وزيادة. ألو حيدر، يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة، يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج، لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها. ترى يا جار المفتاح، يلا المفتاح. أعوذ بالله أعوذ بالله منك ومن عينك. خير وش فيه؟ جوان وزوجها صار لهم حادث. أم عاد، إذا عجبك شيء بعدين أو جاز لك قل ما شاء الله اذكر الله عليه. يا حسابة يا الرنج. أها يعني كل اللي يطلع للناس كلام فاضي. نصابة، كل حياتها قص ولصق، بهذلتني الله يقلعها. دحين معقولة طول الوقت ده وانت معاها ما قدرت تاخذ الجوال وتحذف المقاطع؟ والله صادق شكوش، ورا ما تزرف جوالها تحذف مقاطعك وتفتك منها. اسمه موضي سعد المبروك. سلامات، وش في بطرس منتفخ؟ ماكله فلافل؟ مجهزه المحتوى مره قوي بيكسر الدنيا، بيخلي اسم جوان السوبر ستار فوق. علينا يا موضي سعد مبروك. وش هو؟ انت وش دراك باسمي؟ مفتش بشنطتي؟ ايه لا تصرفين، مسميه نفس سجوان وانت اسم سموضي. انت نسيت اتفاقنا؟ عزل يدس ولا تمدينها، اي اتفاق؟ انك تسوي كل اللي اقول لك اياه،
مقابل اني احذف مقطع المكشى. علشان كذا كل يوم تسوين دراما وتسوين اكشن والحين مسويه نفسك حامل على اساس الناس بيصدقونك. اكيد بيصدقوني، انا جوان ولي قيمتي في المجتمع، اصل المتابعين دلوخ يصدقون اي شيء. شفت النصابة تقول عنكم دلوخ، وانا صورت المقطع هذا علشان اثبت لكم ان كل مقاطعها دراما واكشن ونصابة. انت صورتني؟ اي صورتك يا المقشع يا التفيخة، هذه فايدة الثوب البني. والحين عندك خيارين، يا اما ان تستحذفين المقطع ولا تم القبض. والله يا ابو عامر ما حصلنا لها زبون لها الحين. في شارع الخزان قابلت لي انسان فيه الحلا الوان سبحاني منصور في شارع. ابو زيد هل اشوفه بالطبيعه ولا بالتلفزيون؟ يا والله في الطبيعه، في الطبيعه. مساء الخير. مساء الفل يا مرحبا. سمي عامر تدللي تفضلي. تسلم كلك دوق، معرفتني معات ابو زيد محسوبت. وانا ابو عامر تشرفنا وياك. آية 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 باليابان. سمي أريد لي شقة صغيرة حلوة مرتبة إذا عندك. شلون ما عندي؟ عندي 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 شقق مو بشقة. مشي يلا مشي. ها وين بتروح أنت يا ابن الحلال؟ أنا بوريها شقة وارجع. خليك في المكتب خليك. أم عاصي رجلي على رجلك. هذه عاد أتحدى تسلقين بها عين. ما ناقص إلا شوية اكسسوارات وبويات وتدلي تلي. يا ربي هم عجبتني، ماكو غيرها؟ شو ماكو؟ الا اكو غيرها. هالشقه راعيها طالب فيها 30,000، وانت علشانك بنحاول نخليها ب 20,000 علشانك بس تستاهلين عيونك. اقول لك ايه؟ ما عجبتني، ماكو غيرها؟ الا اكو غيرها. تفضل. كلش بشعة هاي الشقة، ما عجبتني أبداً. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا بنت الحلال هذه رابع شقة وتشوفينها ولا عجبت شيء. اسمح لي أفهمك شنو أريد بالضبط، خلينا نروح للمكتب ونقعد هناك نتفاهم. قبل ما نروح للمكتب، أنا عندي مطعم مفضل عندي بالحي، نروح نفطر فيه وبعدين نروح للمكتب. تشتي مقلقل يا قلبي؟ No, thank you. أذن في قلقلة ضروسك. أذن! أذن! قولي يا أمري، إيش بيش أنتي؟ قولي وجه. ما أريد ما أشتي، مجوعانة. يمكن إنها تبي شكشوكة عدني. يا معلم! لا 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 ما أريد ما أشتي ما أشتي. وليش بتضايقة؟ يعني بصراحة كلش هواية متلبكة، ما أعرف حتى أحكي. إيش اللي لبكت؟ الرياض كلها هنانة. فرشو فرشو يا صراحة أنا حابة أفتح مشروع، بس لازم وياي شريك سعودي، وللأسف لهسه لا لقيت الشريك السعودي ولا شقة. وش بيت انتي؟ موضوع تعتبريه انتي عندي أنا. خلاص يا معلم هات اثنين حليب بشاهي سكر زيادة، هذا لا تجيب له. والله هو مستحيل هو. شوف يا عمي هو عامر. عامر عامر ها وش عندك؟ تعال الحق ابوك واصل ترند. اما عاد هذا اللي ناقص ابوي يطلع ترند. ابوك خاطب واحدة اسمها آية سنابية مشهورة ومتصور معها. ابوك طلع زاحف. اوف 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 حسبي الله ونعم الوكيل، بعد كل هالسنين بيتزوج علي. يا ربي متى وش اقول لك صراحه؟
بس انتي السبب، انتي السبب. انا كم مرة قلت لك اخوي مزيون ويخقون عليه البنات، ها شوفه يبي خطفته منت. وهي بعد مزيونة ما شاء الله عليها، انا تابعها بالسناب، وش ذا اللبس، وش ذا الجسم، وش ذا الشعر، تهبل. خلتها زين. تكفين عاد، ابي اصور معي، ابي اقهر البنات. خلاص يا ماما، انت ايش فيك تركز عشتينا يا ويلي؟ هذه مو مصدقة انه آية وافقت على ابوك. ايوه وش فيه ابوي؟ تحمد ربها آية ان اخذتها. بعدين على كلمة كذي، اذا جت آية بتسلم معها شخصية وتقهوي انت وياها وتصورني معها وتنشر لك بعد. صدق تنشر لي؟ ايه انت بس، غيرك لا. آية آية يبا، ما لقيت بالدنيا ذي كلها الا آية. وانت وش دخلك؟ شلون وش دخلني يبا؟ انت ابوي وتهمني مصلحتك، بعدين العالم كله قاعد طقطق علينا، انت طالع ترند في تويتر. ايش طالع؟ يا يبا اسمعني، انت ترند بتويتر، الناس كلها طقطق علينا. تكفى يبا، تكفى، فكر في الموضوع. انا فكرت وقررت. كفو، وش قررت؟ اني اخذ غرفك انا وحبيبتي آية. غرفتي انا؟ اي نعم. وانا وين انام؟ تنام بالشارع، تنام فوق الخزان، تطلع من البيت، كل واحد. ها حزنت؟ اي يا ابن الحلال، اقول لك الموضوع ساير ترند في كل مكان، يسولفون عنه. ابو عامر متزوج السنابية المشهورة آية. معقول يا اخوان؟ دحين ابو عامر الكبير في السن المنتهي ده متزوج الصاروخ النجفة دي؟ ما انت مصدق؟ افتح سنابها شوف، افتح. تعال اوريك، شوف حتى هي مصورتها بسنابها، شوف. يا لطيف يا لطيف، اجعله خفيف. طب هذه ما عندها اخت اتزوجها؟ خطير انت يا عزوز، تبغى تصير عم عامر عشان يحترمك. انتك ما فكرت، شوف. سواها اللي ما يستحي. تستاهلين يا ما حذرتك، ما تسمعي الكلام يا حبيبتي. انا مالي قاعده بهالبيت. وين بتروحين يا حظي؟ ناسي انك انت اصلا مقطوعه مشجره وما لك احد، بتروحين شقه تسلف الشانزليزيه ولا اللي في كان؟ الله، كنه القريه العالميه يا اخوين. هذاك اللي سبب الايس كريم تعرفينه؟ يا اخي يمكن ما ياسين العروس زينه. زين ان اخوي تزوج واحدة حلوة، نحسن الانتاج. تصوير وشكلك مخرب الحفلة. أنا شكلي مخرب الحفلة؟ إيه مخرب أم الحفلة. أجل تعال معي، تعال معي. كل واحد يروح بيت اهله، وانت حط الثوب البني في الملحق. يلا مشينا. جو جو جو.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. تفضل يلا حييس. ابو عامر. هدوا عليك ابو عامر، شو تريدين انت؟ من هذول؟ عرفني عليهم. تركيك منهم، تعالي حبيبتي. انا اعرفك، هذه امي. اقول لك كذا قله ادب. يلا يا حلوه ها خلطي ايه. تخلخلت عظامك. تهبل تهبل تهبل. يما مباق رجلي، دادا مباق رجلي. هارد لك يما. هذا الحلو قاتلني يا عمه، بدوت قد احبه ورد كلمه، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، روحي كلها يما يا عمه يا عمه. اروح فدوى لهالصوت. خير شبي؟ لا بس معك خدمة الغرف، إذا تحتاج خدمة ولاش؟ شف طلب جاي من مطعم الأسماك، استلمها منه وهاته. طيب والفلوس؟ إيه الفلوس. ما شاء الله صوته حلو. وشغلك؟ خذ هذه 500 حاسبة ورجع الباقي. أبشر أبشر. أتحداك الأحمر البطل. أقول لك انزل. للحين تهجسين يا حظي، قومي سلمي عليها مثل ما تسلمنا عليها علشان تعرفت. ماني بمسلم عليها ولا ابي اشوفها حتى. يا بنت الحلال تعوذي من ابليس وروحي سلمي عليها. هاتي هاتي هاتي، تجي تسلمين عليها شدي على يدينها. ابيك توجهين لها رساله، رساله حقد وكراهيه، وان تناويتها على نيه قشره، ابيها تبلع العافيه، فهمتي؟ ماني بمسلم عليها خلاص. اوف غبيه، طول عمرك غبيه، من خبات اخوي وانتي غبيه ما تفهمين. خلت خلت مثل ما انتي، لين يعرس على الثالثه والرابعه ويطلق سنتي. هلا متابعين نوف، شلونكم؟ اخباركم؟ نوف حبيبتي وصديقتي واموت عليها. انا هذه خالتي. شنو هو خالتي؟ خالتي يعني زوجة ابوي وخالتها هم. ددي ربد ددي ربد ربد. توكلي. جاك قاتل المتعة. قاتل المتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا خلايا؟ زينة، انت شلونك؟ انا زينة الحمد لله. شكو ماكو؟ لا والله ما سويت شيء، لكن اسمي انا جاي بنصح نصيحة لوجه الله. شنو هي؟ أبوي أنت تزوجتيه وبتتوهقين فيه، أنا أقول سياه على بلاطة. أبوي طفران. طفران؟ إيه طفران، يعني ما عنده فلوس. أنا أنصحس أفقعي. أفقعي شنو؟ أنا أبوك أحب أموت عليه. يا بنت الحلال الحب ما يوكل عيش. نصيحة، أزبني. أزبني شنو؟ إيش تقصد؟ الحين هذه شلون أفهمها؟ أنت يبيلس قاموس، قاموس جوجل مترجم. ولك انهزمي أبويا ما عنده ولا فلس. أبوك عنده 10 مليون ريال. كذابة. شنو كذابة؟ أنا قايل لها عطني 2000 ريال جنوط الهلي ورفض. أنا أدبر لك ياها أنت تدلل. أكيد أكيد. يعني الحين أنا هزم ولا أجلس؟ لا أقعد. بيبي. يا هلا يا هلا بالحلو، يا هلا بالجمال كله، يا هلا حبيبتي. ما اشتاقيت لي؟ اشتاقيت لك. شو ما اشتاقيت لك؟ انا جاي عشانك. اريد اطلب منك طلب. طلبين تطلبين روحي. اريد منك 2000 ريال. انت تقولين 2000؟ قولي انطيني. انطيني. انطيك هذه 3 ولا انا سالت ايش تبي فيه. قولي. ميرسي. تفضل. والله الناس قوية. ايش قلت لك؟ ابونا انهبل وهاللي ما تستحي مجلسته في الشمس. يا بنت الحلال، البنت برستيج وجالسة تسوي مع أخوي رياضة اليوغا، وش عرفت أنت باليوغا؟ خلت بس مع ذا الكبسات وضرب الخمس يا الدبة.
أنا الدبة. هلا والله بالرياض البطلة. صحصح يبا، وين؟ يبا جالس بالمشراق انت مع عمي ابو صالح. لا تفشلنا مع آية. يبا صحصح صحصح لا تفشلنا معايا، مد يدينك. نظام مدارس، نظام مدارس ايه. كذا ممتاز. اللي نبيه يا جار انك تستر بردك، ترى الستر زين. وهو صادق، ترى ما جيناك الا محبة وغلا، وما يرضينا الناس تتكلم فيك يا ابو عامر. الا انا راضي، وانا احرم في بيتي ولا انا اسوي فيه انا احرم فيه. احنا جايينك ناصحين وانت بكيفك، الحجر من الارض والدم من راسك. لا تفكر في نفسك بس، فكر في عيالك وفي كلام الناس. جزاكم الله خير ونصيحتكم وصلت، من اول ابى زهويكم والحين هونت. من لا مشينا. وش هالحدسية يا جار انت هذيك، كلهم ظهروا زعلانين. والله على هواهم، اللي يزعل يزعل على كيفه، بمان الله. الله يرضى عليك، مو بهذه من عاداتنا ولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا عيني. بيبي جهزت لك الحمام، ما تقوم تاخذ شاور ترتاح شوي؟ اي مو على عيني. اقول يا جار، ما عندها اخت للزواج؟ ما عندها، ولو عندها ما راح نعطيك اياها. خير، ايش عندك انت وياه؟ يعني يا عامر لا تفهمنا غلط، ترى كلنا من فازات خالتك ونبي نصور معها. يا ابوي كل الناس صورت معايا، جات علينا احنا؟ هات لك سيلفي يا واد بلا عقد. اقول اقطع واخس انت وياه، تبي تضف وجهك الحين ولا اقطعها معكم؟ يا معقد. يا عامر، عامر قال لي اعرف لكم. ها ازبن انت وياه. هلا هلا عيني. هلا يا مرحبا، هلا بيك، حياك الله. ها شنو حبيبي بعدك ما جهزت؟ خير وش فيه؟ عندي اعلان محل عبايات مصممه فرنسيه. عبايات مصممه فرنسيه؟ والله خوش. تعال يا سلام، لان الاعلان عندي. أنا عندي أرض لصاحبي أبو مسفر منحة بعرير، نبي نروح أنا وياك وتشوفونها ونعلن عنها. وهاي هي قطعة الأرض، مساحتها 450 على شارع 20. على شارع 20 شمالي. وين الشارع بالموضوع؟ أكو واحد يسكن هنا أصلاً؟ على شارعين وعشرين ومن ظهراتك شوف طبيعتها. لا وبعد شهرين بتزفرت المنطقة، وبيجيك كهرباء، وبيجيك الأسواق، وبيجيك الخدمات، والله الأرض تقبقب. أريد تضبطين أبو مسفر بالإعلان، ترى صديق العمر. حبيبي، مش قد هذا راح ينطينا صديقك أبو مسفر على إعلان؟ ولا فلس واحد، أنت مخبرتي؟ هذا صديق العمر. يلا خلصينا عندنا إعلان لأبو مبارك. 55,000، 55,000، من يزود؟ من يريد يزود بعد؟ 70. 70,000، 70,000، السيارة كلش نظيفة، ما بيها ولا شخطة، ولا حتى طالها جاكوت. ما طقها وشو؟ جاكوت. 90,000 ريال. 90,000، 90,000 يا جماعة، يقول لك 90,000، من يريد يزود بعد؟ من يزود؟ 100,000 ريال لعيونك يا آية. 100,000 ريال، 100,000 ريال، من يزود؟ من يزود بعد؟ مبروك عليك السيارة عيني. 100,000 ريال؟ مو معقولة، أمس جايبها حرج عليها ما جابت لي 7,500. أنا ما أدري كيف كافئك يا خويي. لا تشكر ولا شيء، إذا بغيت تعلن عن شيء اتصل فيني وأجيبها لك وأعلن لك عنه. كفو يا أبو عامر، والله يخلي النهاية. وين وين وين؟ أنا مسافرة دبي. شلون؟ وأنا آخر من يعلم سافر لدبي ما فيه. وبعدين نسيت ان وعدين ان ابو مشعل بنسوي له اعلان لعمارته من نظيف. انا من تزوجتك لا فتحت شركتي ولا خليتني اكمل اعلاناتي ولا حتى تخليني اخذ فلوس من اصدقائك،
وخسرتني فلوسي وكل جمهوري بالسناب. اني ما اريدك بعد، ارد اطلق. يلا نسيت ان انا فتح احلامك؟ لا بالله، من كل عقلك يا شايب. وش بيك انتي؟ ليش يا ما تجرحيني؟ واقول لك كرشته قدامي وخذت قشها وطلعت. وهو ايش قال؟ ايش بيش انتي تجرحين قلبي يا بي. المهم ابيت الحين اول ما يجيت تطلبين رضاوه وتقولين رضاوتي 100,000 علشان يعرف قدرت. سمعتي ولا لا؟ مو بس 100,000، الا بطلب طقم ذهب والماس بعد. كفو ام عامر. هذا هو وجهه، خلص قويه. ام عامر ردي عليه. نعم. وانت هنا وانا ادوز بكل البيت خير. وش تبي يخلص؟ انا وش ابي؟ ابيك كلك بعد عمري. لا تحاول ترضيني، انا ما يرضيني الا تقبلين مني هالورده. اقبل اقبل يا زينة. زينة مالت عليت، جاب راسه بورده، ما اقول غير كش بس.